هذا وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح المنتدى الحضري العالمي في نسخة 12 والمنعقد بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية. حضر افتتاح المنتدى الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان عبد الفتاح البرهان ورئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد محمد العليمي ووكيلة الأمين العام للأمم المتحدة المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية أنا كلوديا روسباخ.